مشينا معكم دقة دقة وخليتونا افتخروا بالفرقة. روح القتال اللي فيكم شفنا وافتخرنا بكم كأول فرقة عربية كتشارك في الكأس. كلها لحظات زوينة هتبقى مسجلة ديما تاريخ الكروي ديالنا. كبار وصغار، نساء ورجال، برباحكم تشرفنا. هنيئا للبؤات الأطلس، هذه بداية قصة جميلة معكم نكتبوها وبالروح نلعبوها. إنوي معكم كل يوم.